دكتور عبد العزيز بايا، باحث في التصوف الإسلامي. نحتفل اليوم، تحتفل اليوم الطريقة الفتحية البنانية الشاذلية الدرقاوية بهذا اليوم المبارك، نحتفل به بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحتفل به فرحا وابتهاجا وسرورا وحبورا في هذا الشهر المبارك الذي دأبت فيه الزاوية البنانية على الاحتفاء به بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مر العصور، واليوم تصل الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل للإبقاء على هذه السنة التي نعتبرها سنة حسنة. كانت الزاوية البنانية دائما تحرص على إحيائها وعلى إقامتها منذ سالف العصور، وقد حرص على إحيائها الشيخ أبو بكر بناني، ثم نجله الشيخ فتح الله بناني بإقامة حفلات السماع وبإقامة الكلمات العلمية وبإطعام الناس في زاويته المباركة بمدينة الرباط. ونحن اليوم نصل الماضي بالحاضر ونبقي على هذه السنة عن طريق الشيخ الطريق الحالي الشيخ لطف الله بناني، الذي حرص على أن يقيم اليوم هذا الحفل ابتهاجا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحا به. الله عليه يا النبي المختار للنبي المختار المجموعة الوطنية لمديح السماع للطريقة البنانية الدرقاوية الشاذلية. أولا نتقدم بالشكر الجزيل إلى سيادتكم في هذه التغطية المدعومة بلا شروط وبلا قيود. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنقوم باحتفالية المولد النبوي الشريف على منهاج الطرق الصوفية المغربية، ونأخذ من هنا النموذج الطريقة الصوفية البنانية باحتفال المولد النبوي مدة عهود وقرون، وهذا ما يتجلى في الطرق الصوفية المغربية. إن شاء الله سيكون الحفل عبارة عن تقديم لمجموعة الطلبة مع تكوين المرشدين والمرشدات، تكوين أئمة المرشدين والمرشدات، ثم المجموعة الكبرى للطريقة البنانية إن شاء الله في وصلة المديح والسماع، ونتمنى إن شاء الله أن تكون فرجة طيبة للجميع وشكرا.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.